إشارة إلى بيان أعضاء موظفي السلطة القضائية المؤرخ في 31/12/2011 المعمم على كافة محافظات الجمهورية المتضمن الدعوة للاعتصام والإضراب الشامل حتى تحقيق كافة المطالب المدونة فيه، وأهمها إقالة مجلس القضاء الأعلى بكافة أعضائه بسبب انتمائهم السياسية والحزبية والأمنية، والتي تجسد فعليا من والذي تجسد فعليا من خلال بدء اعتصامنا يومنا هذا أمام وزارة العدل وأمام محاكم استئناف محافظات الجمهورية. فقد رأى المعتصمين بالتنسيق مع باقي المحافظات أن يكون بكل ساحة اعتصام لجنة اعتصام تتولى المهام التالية: ضبط مظاهر الاعتصام لمنع أي مشادات أو احتكاكات مع أفراد حراسة الوزارات أو الآخرين، تنظيم شعارات الاعتصام المخططة والكلامية بحيث لا تقدح من مكانة المعتصمين أو تقلل من هيبة القضاء، التنسيق مع باقي ساحات الاعتصام في الجمهورية، توحيد وجهات النظر للمعتصمين بشأن المطالب المستجدة والتي لم يتضمنها بيان الاعتصام، التفاوض مع من له الحق في تلبية مطالب المعتصمين الذي تضمنها البيان، تغطية فعالية الاعتصام بالتنسيق مع وسائل الرأي المختلفة، التصريح مع وسائل الرأي والإعلام التي ستحضر لتغطية الحدث أو غيرها، تصوير وتوثيق فعالية الاعتصام. وقد تم انتخاب أعضاء لجنة الاعتصام أمانة العاصمة بالأخوة التالية أسماءهم: نبيل الجنيد، وضاح القرشي، محمد جحزر، عادل العزاني، عبد الكريم محبوب، عبد الكريم المسعودي، عبد الرحمن الزبيب، علي الناصر الإداري، خالد النجيب. وقد اتفق الحاضرون على الآتي: أن تبدأ فعاليات الاعتصام من الساعة 9 صباحا وحتى 12 ظهرا مع من كل يوم دوام رسمي، أن تكون ساحة الاعتصام أمام وزارة العدل، الوقوف جميعا مع كل من سيتعرض للتهديد أو الجزاء أو الإداري بسبب الإضراب أو الاعتصام أو الجزائي، التمسك بكافة المطالب المضمنة في بيان الدعوة للاعتصام، الاستمرار في الاعتصام حتى تحقيق المطالب، التشاور والتنسيق مع باقي ساحة الاعتصام بالجمهورية لتشكيل مجلس قضاء أعلى مؤقت لإدارة المرحلة القادمة وتنفيذ مطالب المعتصمين، أن يكون رفع الاعتصام أو تعليقه ببيان صادر من لجنة الاعتصام هذا، ونأمل من جميع أعضاء موظفي السلطة القضائية تدشين فعاليات الاعتصام اليوم والتنسيق مع الآخرين بما يحقق جميع المطالب، صادر في يومنا هذا عن ساحة الاعتصام بأمانة العاصمة. قارئ البيان القاضي عبد السلام حسن مهيوب الحبيب، وكيل نيابة استئناف محافظة صنعاء.